بلدان متجاوران أكثر من 500 كيلومتر من الحدود البرية وأعقد من ذلك على مستوى العلاقات الثنائية، تركيا وإيران. هنا نجد الليرة التركية وهناك نجد الريال الإيراني، عملتان ليستا في حالتيهما الأفضل، والسبب مشترك: الاشتباك مع الولايات المتحدة. أزمة الليرة بدأت مع احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون، ففرضت أمريكا عقوبات على تركيا كانت بداية الانهيار. كذلك العقوبات الأمريكية على إيران تسببت في انهيار العملة. الليرة فقدت 18% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية هذا العام، أما الريال الإيراني ففقد 49%. وفي الوقت نفسه يحاول الجانبان عقد اتفاقيات اقتصادية مشتركة للتغلب على هذه الصعوبات، لكن ما الجدوى إذا كان الحصار الأمريكي خانقاً إلى هذا الحد؟ كما أن الإيرانيين هم أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا بحسب الإحصاءات الرسمية، وهي ربما تكون منفذاً خارجياً للهروب من العقوبات الأمريكية.